أكلتنا جميلة وصحية، موصوفة بطريقة علمية، هنقولها علشان المرضى بالهنا والشفا، أكلة هنية كل اللي نفسك تشتهيه عندنا بسهولة هتلاقيه، والأكل بتاعنا تلاقي فيه كل العناصر الغذائية. أكلتنا جميلة وصحية، موصوفة بطريقة علمية، هنقولها علشان المرضى. أهلا وسهلا بكم أعزائنا ومستمعينا المشاهدين. النهاردة عندنا حلقة جديدة مع برنامج أكلات المرضى. معانا الدكتور عادل عبد الحميد. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. هنتكلم النهاردة عن أكلات مرضى القلب، وهنرحب مرة تانية بدكتور عادل. أهلا وسهلا بك يا دكتور. دكتور بعد إذن حضرتك، عاوزين نتعرف على إيه هو القلب؟ إن شاء الله. القلب هو عضلة موجودة في الجسم، وهي أقوى عضلة في الجسم. تمام. عضلة بتشتغل 24 ساعة. إذا توقفت يبقى في مشكلة. يعني هي العضلة الوحيدة اللي في الجسم اللي بتشتغل على مدار 24 ساعة، ما ينفعش توقف خالص. تمام. وظيفة القلب طبعا بيضخ الدم لجميع أنحاء الجسم. يتكون من أربع غرف زي ما الناس عارفة، بطين أيمن وبطين أيسر وزين أيمن وزين أيسر مع شريان الأورطي. البطين الأيسر هو أقوى وأهم جزء فيه، ده المهم، يعني ده أقصى حاجة. تمام. المفروض عدد ضربات القلب عند الشخص الطبيعي من 70 72 ضربة طبيعية. إذا زادت أو قلت يبقى عندنا مشكلة. إذا حصل فيه خلل يبقى فيه مشكلة. في صمامات طبعا في القلب، يعني مش وارد، يعني مش وارد ان احنا نتكلم فيها بالتفصيل. فمشكله القلب، في مشاكل كبيره قوي في القلب مرتبطه بالتغذيه. هو ده سؤالنا يا دكتور، وهو ده موضوع حلقتنا. عشان ايه من يعني ما نطولش على الساده المشاهدين. طب الوقت يا دكتور، ايه التغذيه السليمه اللي تكون صحيه ومفيده للجسم بصفه عامه وللقلب بصفه خاصه؟ تمام. هو القلب عبارة طبعا زي ما احنا عرفناه، وهيخرج منه شرايين، الأربع شرايين الأساسية اللي هم الناس دايما بيحصل مشاكل فيهم. الشرايين مشكلتها وعلاقتها بالقلب ايه اللي بيحصل فيها؟ زي تصلب الشرايين، الذبحة الصدرية، ان الشريان ده عامل زي خرطوم المية كده، بيبتدي الناس اللي بتزود الأكل معين زي الدهون مثلا تبتدي تتراكم على جدار الشرايين دي. تمام. ده ناتج من اكل معين يا دكتور؟ من اكل الدهون. الدهون اهم حاجه، الدهون. تمام. وطبعا ايه بعض النشويات، الكربوهيدرات كلها اللي هي حلويات والنشويات، الرز والمكرونه والعيش والحلويات بقى بكل اصنافها. الزياده فيها احنا بنقول المبالغه فيها، لان جسم الانسان بيحتاج نسب معينه، لما بنزيد عن النسب دي بتبتدي تحصل لنا المشاكل، يبتدي تتراكم الدهون دي، يبتدي يقل الشريان لحد كل ما يقل دي الذبحة الصدرية، لما يقفل خالص يبقى دي جلطة القلب. نتيجة الدهون دي. يبقى ودي أحد مضاعفات المرضى السمنة، اللي عندهم سمنة اللي هو وزنهم زايد عن الوزن الطبيعي، بتبقى المشكلة دي. ممكن يبقى طبيعة أكل، في أسباب تانية ممكن تعمل قصة، طبعا وعندها المشاكل والعادات السيئة كتيرة جدا. التدخين. تمام. برضو التدخين من ضمن العوامل الرئيسية اللي بتعملها المشاكل دي، ولكن احنا النهاردة هنركز على التغذية، فيبقى عندنا مشكلة. تمام. أنا أي إنسان طبيعي صحي المفروض عشان يأكل بيبقى عنده وزن، وجبة غذائية مثالية اللي بيبقى فيها 55% منها الكربوهيدرات، حوالي 20-25% منها البروتين، 15% دهون، و5% املاح ومعادن، دي بصفه عامه. تمام. طب هل في تغذيه معينه مفيده لعدد ضربات القلب او للقلب بصفه عامه؟ هو طبعا في حاجات مفيده قوي. قبل ما اخش كده هنقول اي انسان المفروض انه بيعمل تحليلات في حاجتين هما الترمومتر اللي هنقيس بيهم مشاكل القلب، الدهون والكوليسترول. تمام. لو الانسان عمل نسبه الكوليسترول ولقاها 200 فيما فوق، يبقى المفروض انا عندي هنا هيبدا اعمل كل سنه
تحليل واخد بالي من النسبة بدل ما هتزيد فوق. لو لقيتها في تحليل الدم العادي الدم لا مش صورة الدم، صورة الدم بيطلع لي حاجات، انما ده تحليل بيبقى تحليل دهون ثلاثية والكوليسترول، تحليل دهون ثلاثية والكوليسترول تمام. فاحنا لما بنلاقي لو لقيتها اقل من 200 ابتدي اعمل تشيك اب كل 5 سنين، مش مشكله خلاص ده انا ماشي كويس. الكوليسترول ده بالنسبه للكوليسترول تمام، انما جينا في الدهون 130 لو لقيتها اقل يبقى انا ماشي كويس، وكل سنه ممكن اعمل تشيك اب كده يعني كل 5 سنين مثلا. لما لو لقيتها زياده عن 130 ابتدي اشوف ان في الدنيا هنا فيها مشاكل. طيب يقال يا دكتور ان بعض انواع الكحوليات هي يعني طبعا انا سمعت لكن غير مؤكد من المعلومه، لكن بيقال ان بعض الكحوليات هي بتعمل عمليه حرق للدهون، هل الكلام ده صح؟ بص في حاجات كتير تحرق الدهون، زي مثلا ما بيقال البيره مضره للبول. طب ما احنا عندنا حاجات تانية تحرق الدهون من غير الكحوليات، يعني ما البيره مضره للبول، انما انا عندي من الشاي مضر للبول، وممكن ادي حاجات تانية ادويه مضره للبول تمام. وممكن الانسان ده حاجات كتيره قوي وطبيعيه بتدر البول ومفيش مشاكل عندي منها. هو مرات ان الشخص يلجا يقول لا انا احرق الدهون بدل ما اخد دواء او حاجات كيميكال هتدخل جسمي، لا يبقى انا هتعامل بحاجه هي طبيعيه لحد ما زي الكحوليات تمام. يعني في ناس بتفكر كده، التفكير ده خاطئ 100%. طب ما انا عندي المشي، لان هو برضو بيسبب سايد انفكت في في القلب. ده مش القلب بس، ده للكبد، بيهري الكبد، بيدمر الكبد خالص وبيدمر اجهزه كتيره جدا، الكحوليات الجهاز العصبي كله بيتدمر تمام. انما انا عندي المشي، ودي اكتر حاجه بتحرق الدهون والكوليسترول المشي المتواصل تمام. بس يعني ده مرتبط لكافه عضلات الجسم وعضله القلب، عضله القلب مخصوص ده، بل بيحسن كمان الحاله النفسيه كمان. ان احنا الانسان يمشي ساعه، ومرضى القلب المفروض ان هم بيمشوا ساعه حتى بعد ما بيعملوا الجراحات، مشي ساعه متواصل ده يحرق للدهون والكوليسترول ويحافظ على عضلة القلب، ودي حاجة طبيعية اهي، ما فيهاش اي مشكلة خالص. يعني انسان لو بيدخن لا انا هوقف التدخين، دي التوتر والضغط العصبي والنفسي دي من اكتر الحاجات اللي بتعمل لي مشاكل تمام. فيها هبتدي بقى هبص للتغذية، انا عندي في حاجات هنقول مضرة للقلب المفروض امتنع عنها، المفروض ما اكلهاش. عندنا اول حاجه البط، الوز، الكبد، الكلاوي، صفار البيض. صفار البيض بالظبط كده، اللبن الدسم، الدهون، الحاجات الزبده والسمنه وقشطه اللبن والزيوت برضو نفس القصه، والزيوت المهدرجه دي من كتر الحاجات اللي هي برضو هتعمل لي مشكله فيها. الدهن نفسه، في ناس بتحب تاكل الدهن وتاكل لحمه مثلا بيها دهن، فكل الحاجات دي كلها بتعمل لي مشاكل. وبرضو الحاجات الدسمه كلها من منتجات البان او غيرها دي بتبقى مشكله. طب انا هعمل ايه بقى العكس؟ ان انا اقول لا، اما هاكل لحمه هاكلها، حتى لحمه الريش على فكره، واللحمه الضاني من اكتر الحاجات المضره على القلب، لحمه حمراء دي كلها، السمك خاصه البلطي دي من الحاجات كده، الجبنه القريش، كل منتجات الالبان خاليه الدسم، وعندي الزيوت النباتيه، رز، مكرونه، الحاجات دي يعني القصه دي كلها، دي الحاجات اللي انا ممكن اخد بالي منها همنعها خالص. وممكن حاجات برضو يعني عندي مشكله لما بيحصل مرض القلب دايما بيبقى فيه ارتفاع في ضغط الدم تمام. ضغط الدم ده بقى مشكلة تانية خالص. مرضى القلب عايز اقول يا جماعة ان احنا الناس اللي هم عندهم مرضى القلب بنلاقي بعضهم بيبقى عنده تورم في القدمين. ودي عاملة مشاكل كبيرة قوي. بيعمل ايه؟ المفروض انه بياخدوا كيماويات عشان تنزل اللي هي مدرات البول، فبتنزل الورم ده. تمام. طب هي بتنزل الورم بس بتعمل لي ايه؟ لما بنزل البول مدرات البول دي حضرتك يتخلص الجسم من كل العناصر الاملاح والمعادن اللي موجوده، اللي هو الجسم المفروض بيحتاجها، البوتاسيوم والكالسيوم والفيتامينات والاملاح بيفقدها تمام. فيبتدي يحس يقول لك انا حاسس بخبوط، هذيان وهذيان تمام. يبتدى طبعا مشكله ثانيه مثلا، يبقى برضو الفاكهه مهمه قوي، خاصه الحاجات اللي فيها بوتاسيوم. البوتاسيوم ده وظيفته ان هو
بيضيع التعب بتاع العضلات. وهو موجود في الموز يعني اكتر حاجه في الفاكهه كلها ولكن في الموز. تمام. يبقى اذا السوائل برضو مهمه جدا، العصاير الفريش مهمه او المرضى القلب مع الفاكهه عشان يبتدي برضو نعوض الاملاح والمعادن اللي نزلت من الحاجات اللي هي فيها مضرات للبول. طيب دكتور انا سمعت معلومه تانية مختلفه شويه، بيقولوا ان بصفه عامه الانسان قبل ما ينام يا ريت يشرب اي حاجه دافيه، ليمون دافي مثلا، مثلا يعني ابسط شيء، او اي حاجه دافيه. في معلومه اخرى كانت بتقول ان شرب الحاجه الدافيه بخلاف ان هي مهدئه للاعصاب بسبب ارتخاء لعضلات جسم الانسان، وفوق ده وده هي بتعمل عمليه ليونه للعضلات وانبساطها، وفي نفس الوقت بتعمل عمليه اذابه للدهون. هل الكلام ده صح؟ لا، هو كل اللي حضرتك قلته صح ما عدا اذابه الدهون. الناس فاكره ان انا لما هشرب يعني حاجه دافيه هتدوب للدهون، ودي معلومه خاطئه 100%. انما هي فعلا بترخي العضلات وبتبسط اي حاجه، بتوسع لي الاوعيه الدمويه. تمام. عشان كده الشخص اللي بيجي ياخد حمام دافي بيحس بدفى الاول، وبعد كده بعد بتوسع الاوعيه الدمويه فالدوره الدمويه بتزيد، بعد شويه يحس ببرد بعد 10 دقائق ربع ساعه لان هي بتقفل تاني. تمام. اذا دي هتعمل المشكله الثانيه، هتهدي الاعصاب فبياخدها قبل النوم. دي كل الكلام دي معلومات صحيحه ما عدا ان هي هتدوب الدهون. ذوبان الدهون، في حاجات بتدوب الدهون عندنا. لو خد ليمون، مش عشان الليمون او البرتقال او الجريب فروت او اليوسفان، الفيتامين سي بينشط لي الحرق بتاع الدهون بنسبه 20%. تمام. طيب في برضه يا دكتور بيقال ان الرمان مهم جدا وصحي قوي. نعم. لعضله القلب. نعم. يعني هل المعلومه دي سليمه؟ الرمان مفيد قوي ومفيد كمان في التخسيس كمان، لان هو بيحرق الدهون. ما هي مشكله عضله القلب ايه؟ ان انا بريحه، دي عضله شغاله 24 ساعه، يعني انا المفروض ان ما تعبوش، لا ده انا هديله حاجه اللي هي تريح عشان يبتدي يشتغل بنفس الكفاءه. ما هي مشكله القلب ايه؟ لا، الكفاءه. لو الكفاءه قلت هتبقى في مشكله الكفاءه بالطبيعي، فانا بحافظ عليه بالدي. هي الرمان من ضمن قشر الرمان كمان مفيد يا دكتور في بيتغلي يعني بالتخسيس بصفه عامه بيحرق الدهون. وحرقان دهون دي يعني انا بنزل الدهون اللي هي العامل الاساسي بتاع القلب، تصلب الشرايين اللي يعني غالي. قشر الرمان هو مفيد جدا لعضله القلب. نعم. تمام. نعم. والرمان بصفه عامه، والفاكهه اللي الفاكهه بصفه عامه مهمه جدا. يعني حتى احنا في بعض الحاجات نقول ايه الموز ما بنفضلوش في التخسيس، انما لا بنفضله ان عشان فيه بوتاسيوم فيبقى مش هيحسسنا بالاجهاد و مع العصائر وغني بالحديد. وبعدين انا عايز اقول حاجه، دايما المواد الحافظه من ضمن المشاكل اللي هتعمل لي مشاكل برضو. لو في مواد حافظه، عصاير فيها مواد حافظه، فهتعمل لي مشكله تانية مع الناس اللي بيتناولوها. تمام. طيب اعزائي المشاهدين، احنا معانا سؤال الحلقه، هل اهمالك في صحتك، هل اهمالك في تغذيتك يؤثر على صحتك؟ وهل اهمالك في صحتك فعلا سببه التغذيه؟ دكتور حضرتك تقدر تجاوبنا على السؤال دوت؟ طبعا. الغذاء يعني زي ما يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، المعده بيت الداء. تمام. المعده بيت الداء. تمام. فهي دي خلاص بقى، احنا دلوقتي كل الامراض اللي بتحصل لنا ممكن تشول 90% منها مشكلتها في الاكل. يا اما بسببها يا اما بعد كده لازم التغذيه العلاجيه، عشان كده عملوا التغذيه العلاجيه. ما بقتش دلوقتي التغذيه عشان الصحه، لا، ده بقت للعلاج اساس، شيء اساسي. تمام. للعلاج. يعني نقدر نقول ان الصحه مرتبطه بالتغذيه والتغذيه مرتبطه بالصحه. الاثنين مكملين لبعض. ده صحيح. تمام. يعني احنا بنقول الشخص الطبيعي مفيش اي حاجه وزاد وزنه عمل سمنه، لما نيجي نبص لمضاعفات السمنه، امراض القلب وضغط الدم، السكر، كل دي يعني بتسببها فيه انزلاق الغضروف، الام اسفل الظهر، الخشون، القولون العصبي، يعني خشونه الركبه والتهابات المفاصل زايده، دي كلها بالمشاكل. الناس اللي بتاخد يعني نسب عالية جدا من الأملاح والحوادق تعمل لي يعني احتباس في الميه، ميه في الجسم داخل الجسم فيها. نمرة 2 الضغط. تمام. خد بالك ضغط الدم في مشكلة يعني، وهم أكتر عن الكبد ودهون الكبد اللي بتتكون عن الكبد. يبقى كل الأجهزة بتاعة الجسم بتتأثر بالنظام الغذائي.
اللي هو اساس كده. حتى احنا كنا الاول نقول نظام غذائي بقينا نسميها عادات سيئه. في ناس كتيره تصحى ما تبتدي لا بتاكل محشي وفراخ وتفطر كده. هي دي مشكله. في ناس عندنا مشكله بيرجعوا من شغلهم متاخر فدايما العشاء بتاعهم من 12 بالليل واحدة اتنين وده كله بيتراكم في الجسم. طب دكتور هو ممكن يعمل حاجة زي كده بالفعل وهو عارف نفسه ان هو اضطر انه يواجه الموضوع ده على مدى 4-5 ايام؟ نعم. لكن هيضطر ان هو يتابع رياضة عشان يعمل عملية حرق. نعم. للي حصل دوت فلحد ما ممكن فيه موازنة يعني. ما هو المشكلة ان هو لما بيبقى تراكم على طول وانا لما اكل الساعة 12 او الساعة واحدة كلت بيرتفع نسبة السكر في الدم. يبتدي البنكرياس بتاعنا يفرز لي انسولين، الانسولين يحرق اللي يقدر عليه من السكر اللي عالي في الدم والباقي بيتخزن في الجسم. تمام. هو بيقوم تاني يوم هو ما عندوش وقت نظرا لظروف المعيشه والحياه دلوقتي، ما حدش دلوقتي بيمارس نسبه اللي بيمارسوا رياضه في مصر ما يتعداش 5% والباقي عايز يقوم الصبح عشان يروح شغله ويواصل اليوم عادي بيكمل نفس اليوم بنفس الوسيله. نقول للناس اشربوا ميه كتيره عشان تنشط الحرق. لا ما حد. كام واحد في مصر بيمشي عشان يقدر يحافظ على صحته عشان يقدر يحرق الدهون؟ لا ده بالعكس، ده هو تلاقيه بيشرب كحوليات على كل، ممكن يشرب مخدرات، ممكن يشرب السجاير التدخين العادي مع الغذاء. تمام. محتاج في كل واحده من دول ان هو يعدل عاداته السيئه اللي هو بيتكلم فيها. طيب دكتور بالنسبه للثوم والبصل يعني مثلا انا شخصيا البصل ده بالنسبه لي يمكن في وجبه الغداء تقريبا او ممكن في العشاء. هو يمكن ده بالنسبه لي انا شخصيا. تمام. ففوائد الثوم جميل جدا، فوائد البصل قويه جدا، فايه مدى قوتها وفعاليتها بالنسبه لجسم الانسان وبالاخص للقلب؟ هو دايما الثوم ماشي، البصل يعني شخصيا ما فضلوش، خاصه حتى لما بنعمل سلطه بنصح المشاهدين والمستمعين انهم ما يحطوش بصل عليه. لان البصل بيساعد بيعمل سمنه عن طريق بيساعد في افراز هرمون الانسولين. كل هرمونات الجسم دي لايبوليسيس ان هي حارقه للدهون. تمام. لكن هو الانسولين. يمكن في معلومه يا دكتور برضو بتقول ان البصل هو مفيد جدا لشرايين القلب ولما عمليه توسعه لشرايين القلب وضخ الدم، وفي نفس الوقت الثوم كمان مغذي جدا لانه مقوي لعضله القلب. فهل الكلام صح؟ اهم الثوم اهم من البصل. تمام. ولدرجه ان في ناس بياخدوه الصبح على الريق كده مرتين. انا يعني ما بنصحش ان هو ياخده على الريق عشان ما يعملوش مشاكل. ولكن هيبقى الناس اللي عندها قولون هيأثر معاهم البصل ده والثوم هيأثر معاهم. يعني فهو ده برضه عشان الناس ما تاخدش. طب ايه البديل لحاجه زي كده؟ طبيعه الرياضه، شرب الميه، الصحيان الصبح مبكرا، والمشي مع الرياضه اللي انا بقولها، الرياضه العنيفه لا تناسب مرضى القلب. الرياضه الهاديه، المشي، السباحه مهمه جدا. يعني السباحه مهمه قوي، يعني السباحه مهمه قوي يعني غير ومع المشي. انما الثوم مفيد والبصل مفيد مع الاعتبار ان احنا ناخد بالنا ان هو هيبقى فيه مشاكل المرضى القولون والناس اللي عندها سمنه برضو ما تاكلش البصل برضو على السلطه. ولكن هيبقى عندنا حاجات تانية مفيده جدا، هيبقى عندنا الخيار والخس والطماطم والجزر، البقدونس مهمة قوي، الكرفس، ورق الفجل نفسه، الجرجير، كل دي حاجات مهمة جدا. والزيوت النباتية أنا بركز برضو إن دي من الزيوت المهدرجة والسمن الصناعي من أكتر الحاجات اللي هتعمل لي مشاكل في القلب وفي السمنة. دايما عندنا زيت الذرة، زيت عباد الشمس، زيت الرز، زيت الزيت الحار. يعني ده برضه مهم. ده صحي يا دكتور؟ ده صحي جدا. اللي هو بيسموه زيت بذر الكتان اللي هو زيت الحار. فاحنا نستخدم الزيوت دي بس، وزيت الزيتون. ولكن زيت الزيتون يتاخد على حاجه بارده، ما يتحطش على النار. بيفقد يعني بيفقد يعني بيفقد القيمه الغذائيه بتاعته وطعمه وريحته بتتغير. يعني حتى لما في برضه بعض سيداتنا في البيت برضه بيقلوا بيه. نعم. فيمكن لحد ما بيغير الطعم شويه، بيغير الطعم والفايده كمان. طالما حط على نار مالوش فايده بقى فيه. تمام. فهو هبتدي احط حاجه على نار، يبقى عندي زيت الذره وعندي زيت عباد الشمس وعندي زيت يعني بذر الكتان اللي هو زيت الحر، استخدم دي. انما مثلا حاجه على جبنه، حاجه احطها على سلطه على كده، هيبقى زيت الزيتون
مفيد جدا بيور يعني طبيعي وخام جدا ومفيد في حاجات كتيره قوي 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 قوي. تمام. عايز اقول في يعني ان يعني التغذيه دي اساس حاجات كتير عندنا مرضى الروماتويد. في حاجات عندهم بتزود لي الالم في مرضى الروماتويد زي الطماطم والبطاطس والبدنجان والفلفل الرومي، وده بيدي رد فعل على القلب على يعني هو بيأثر يعني فما بالك بقى بيزود الشعور بالالم كمان، يعني دي المشكله. انما طبعا انا بخلي بالي جدا من التغذيه الصحيحه وايه اللي هيناسبني وايه اللي مش هيناسبني فيها. طيب دكتور، في الشاي بيقولوا ان هو صحي جدا والقهوه كويسه ولكن قطرها ومش كويس، فحضرتك يعني الافضل ايه؟ هل فنجان قهوه في اليوم او اتنين؟ وهل كوبايه شاي او اتنين؟ يعني هل الموضوع ده اوكي او رد طيب. فعل مش كويس؟ القهوه بتقوي على القلب ومفيده. تمام. ولكن فنجان واحد معروف ان القهوه بترفع الضغط، ولكن فنجان واحد ترفع ولا تخفض يا دكتور؟ لو زودنا عدد الفناجيل تنزل الضغط. تمام، يعني فنجان واحد يرفع ضغط يرفع الدم. الضغط لو ما احنا عندنا ناس عندها انخفاض في ضغط الدم بتبقى محتاج، ففنجان واحد لو زودنا عدد الفناجيل يبتدي يقل. طيب الشاي، الشاي مضر للبول وفي حاجات يعني ايه مفيده فيه برضه، ولكن كتره ما نزودش عن كوبايتين في اليوم. ده الشاي الاحمر ولا الاخضر؟ لا الاخضر ده قصه تانية، انا بتكلم على الشاي العادي الاحمر العادي جدا. الشاي الاخضر ده مفيد جدا في التخسيس وبيحرق الدهون وكله بينشط الحرق، ولكن باخده بعد العشاء فقط، مره واحده بعد العشاء فقط. بعد العشاء فقط، لو اتاخد في يعني اليوم مرتين ثلاث مرات واربع مرات زي ما الناس فاكره كل ما هتزود كل ما هيبقى احسن، لا، لان هو بيفقد برضه المعادن والفيتامينات من الجسم، فيبتدي بيحصل آلام في المعدة وآلام في يعني شبه مغص كده، وبيحصل حالة هزيان زي ما حضرتك قلت كده نتيجة ان هو فقد المعادن والأملاح من جسمه. يعني هو يمكن في بعض السيدات بيقولوا ان الشاي الأخضر حلو جدا فيحاولوا يشرب منه كتير لأنه بيعمل عملية تخسيس بعد العشاء فقط. بعد العشاء فقط انما ممكن تاخد أعشاب، يعني مش لازم الشاي. تمام. عندها القرفة، الجنزبيل، الشمر، البردقوش، الروزماري، الراوند، الزعتر، دول السبع واليانسون عامل مساعد، في حاجات كتير بس السبعه دول الاساسيين. يعني اليانسون منهم وفي حاجه اسمها العرعر، وعندنا السلاميك. السلاميكا دي مشكلتها ايه؟ ان هي بتعمل زي اسهال كده وبتنزل السوائل من الجسم، فالشخص بيحس بينزل منه الميه بتاعت الجسم وهيفقد نفس المعادن والاملاح وكده، ولكن هيحصل حالات برضو بتوصل لإغماء أحيانا إنه بيفقد كل العناصر الغذائية من الأملاح والمعادن فيها دي. تمام. عايز أقول معلومة تانية برضو قبل ما أنسى، لضغط الدم تقول أملاح الأملاح الأملاح، الملح بيتحط لمرضى ضغط الدم على الأكل على النار، إنما ما ينفعش نحط اللي يضر أكتر ويبقى ضرره عالي إن هو يتحط على الأكل بعد ما اتعمل زي البيض مسلوق مثلا كده وحطيت ملح عليه، الملح جه عارف ايه فزودت بعد ما اتعمل الاكل، ده اللي ضرر اكتر من هو الملح اللي اتحط فيه اثناء الاكل. يعني في خطوره عاليه. يعني ده بيبقى مشكله. وعايز اقول حاجه تانية، الناس اللي عايزه ترفع ضغطها هو ضغط الدم منخفض طبيعي، ميه السلطه. ميه السلطه حاجه غذائيه، بنتكلم في تغذيه عليها، ميه السلطه ترفع الضغط بدرجه اعلى اكتر من الجبنه الحاد او مش عارف ايه والحاجات اللي احنا عارفينها دي. ميه السلطه، فنجان قهوه، هتلاقي الدنيا ترتفع. الهرقسوس. الهرقسوس ده من حاجات مشروب مفيد جدا وبيرفع الضغط للناس المنخفض اللي برضو عندهم منخفض ضغط الدم، اللي بيسموه كورتيزون المشروبات حتى، والجنزبيل في الاعشاب بيرفع الضغط برضو. العكس بقى اللي بينزل اللي هو الكركديه، سواء سائع برضو سؤال بنساله او سواء سخن. الكركديه بينزل الضغط بصفه عامه، سخن او بارد. سخن او بارد مش هتفرق حاجه. الناس اللي كده، الناس اللي عايزه تحرق بقى الدهون والفيتامين سي، الحاجات كل فيها فيتامين سي، برتقال، يوسفندي، ليمون، جريب فروت، كل الحاجات دي، او ياخده في صوره يعني حبوب برضو من الحاجات دي اللي هي يعني بالاضافه لتقويه المناعه وبينضر البشره، فهو بيحرق لنا الدهون برضو كويس. يعني زي مثلا انا يمكن سمعت مؤخرا ان الليمون بقشره، عصير الليمون بقشره وتشرب طبعا بسرعه ما يستمرش فتره لانه بيبقى مر شويه. تمام. ده مفيد جدا لفيتامين سي مركز، القشره بتاعته مفيده للبشره والجلد بصفه عامه. تمام. حلو جدا لعضله القلب، هل الكلام ده صح؟ ده صحيح. يعني احنا هو الليمون والفيتامين سي بصفه عامه بيحرق كويس قوي، فلما بيحرق ده بينشط وبيزود كفاءه القلب.
نمرة 2 بينضر البشرة، ونمرة 3 بيقوي المناعة. تمام. كمان يعني بيقوي المناعة كمان. فدي مهمة جدا الليمون وبتركيزه العالي يعني. دايما القشور غالبية الخضار والفاكهة بتبقى مفيدة يعني، في ناس كتير تقشر حاجة ولكن بيبقى قشرتها مفيدة قوي، من ضمنها الليمون يعني والمانجا برضه. في حاجة غريبة لحد ما يا دكتور، بيقال ان السبانخ، الخبيزة، البروكلي، التلاتة دول بما ان اوراقهم غامقة او درجة الاخضرار بمستوى يعني فيري دارك، تمام، ففي الحاله دي هي مغذيه جدا جدا لجسم الانسان وغنيه بالحديد، في نفس الوقت مغذيه لعضله القلب. هل الكلام ده صح؟ طيب هقول حركة فتحت الموضوع. احنا عندنا الحديد موجود في مجموعتين، مجموعه اللحوم وهي هتبقى الكبده، الفراخ، السمك، واللحوم مع العسل الاسود. تمام. ده الحديد فيهم عالي قوي، اعلى درجات الحديد، لان احنا الناس فاهمة ان انيميا يعني نقص حديد. لا، احنا عندنا نوعين من الانيميا. النوع الاولاني اللي هو بيسموه هايبوكروميك مايكروسيتيك، ده نقص الحديد. النوع الثاني ده بيبقى هايبركروميك مايكروسيتيك، يعني الاولانية دي خلية صغيرة شاحبة اللون، فيبقى ده وشه اصفر ونهجان وبتاع، ده نقص الحديد. النوع الثاني لا، ده يبقى خليه كبيره بس هشه واللون بتاعها فاقع قوي، بيبقى نقص الفيتامين بي 12 والفوليك اسيد، حمض الفوليك اللي بياخدوه السيدات الحوامل في اول 3 شهور لانه بيمنع تشوهات الجنين. عند النوع الاولاني اللي احنا قلت عليه العسل الاسود والفراخ واللحم والكبده والسمك، النوع الثاني زي ما حضرتك قلت كل الحاجات اللي فيها ذات الاوراق الداكنه الخضراء الداكنه، تمام، دي فيها حديد وفيها فيتامين بي 12 وفيها حمض الفوليك، ولكن حمض الفوليك والبي 12 اعلى من الحديد. وهنضيف لهم الباذنجان. الباذنجان. تمام. يعني هما كده، فدول الاثنين دول ودول مفيدين جدا لان بيحتوي على الحديد وفيتامين بي 12 وحمض الفوليك اللي هو بيمنع لي تشوهات الجنين عند السيدات الحوامل. عايز اقول معلومة مهمة جدا برضو للناس، ما يفرطوش في اكل الكبدة خاصة الحوامل، على الاقل كل شهر او شهرين تاكل كبدة، لان فيها حمض، فيها فيتامين A، فيتامين ألف اللي بيعمل تشوهات للجنين. يعني فالافراط في الكبدة للنساء الحوامل خطأ. يعني كل شهر مرة كويس قوي. فدي برضه عشان ايه يعني، في ناس كتير بيحب الكبده. تمام. وفي الشارع والفاست فود والقصه دي. يعني نخلي بالنا منها برضه، من المشاكل اللي فيها. طيب اذا يا دكتور، ايه النصائح اللي حضرتك تقدر تقولها لمرضى القلب، تمام، ومن ناحيه التغذيه الخاصه بيهم حضرتك تقدم؟ طيب. نصائح ايه؟ نمره 1 البعد عن التوتر والضغط العصبي والنفسي. نمره 2 اللي بيدخن فيهم يتوقف عن التدخين فورا، او الابتعاد عن التدخين السلبي. تمام. وشرب بقى المخدرات وشرب الحاجات والكحوليات كل الكلام ده. تمام. نمرة 3 الأربعة المشي المتواصل لمدة ساعة. وبرضه عايز أقول معلومة، في ناس بتفسرها غلط، تقول لك أنا مشيت ربع ساعة ورحت الشغل، وبعدين قعدت شوية وبعدين رحت ربع ساعة مش عارف جبت إيه، وبعدين لا، المشي متواصل، لأن أول ربع ساعة من المشي بيحرق لي السكر اللي في الدم الزايد، ببتدي أحرق الدهون اللي في الجسم بعد ربع ساعة، فلازم يبقى متواصل، يبقى ده المشي المتواصل. برضو محاولة ممارسة رياضة مش عنيفة زي السباحة مثلا ورياضة المشي دي كلها. الأكلات اللي أنا هركز عليها قلنا الخضار، الفاكهة، اللحمة الحمراء دي برضو هركز عليها، الجبنة القريش أو الجبنة خالية الدسم، الألبان برضو خالية الدسم، دي من الحاجات كده، الاسماك اللي هي برضو مش المدخنه وتا زي السمك البلطي والحاجات دي برضو هنلتزم بيها، الزيوت اللي احنا قلنا عليها زي زيت عباد الشمس، زيت الزيتون، زيت الذره، زيت بذر الكتان، وكل التزم بالحاجات دي بالمشي هتلاقي نفسنا، والخضار اللي احنا اتكلمنا عليه والفاكهه. لو احنا التزمنا بالكلام ده هنلاقي ان شاء الله الحالات مستقره وما يحصل ليش اي مضاعفات، مع الفحص اذا كان زي ما قلنا الكوليسترول فوق ال 200 هيبقى كل سنه،
اذا كان اقل من 200 كل خمس سنين. اذا كان الدهون فوق ال 130 الدهون اللي دي ال دي كل خمس سنين، اذا كانت اقل يبقى كل سنه. التشيك اب ده مهم قوي قوي عشان اقدر يبقى عندي علامه مميزه اخد بالي منها ويبقى الوقايه خير من العلاج. نشكر جدا الدكتور عادل عبد الحميد، وشكرا لكم اعزائي المشاهدين ومستمعينا الكرام، وان شاء الله في حلقه جديده تابعونا ما تنسوناش. أكلاتنا جميلة وصحية، موصوفة بطريقة علمية، هنقولها علشان المرضى بالهنا والشفا، أكلة هنية كل اللي نفسك تشتهيه عندنا بسهولة هتلاقيه، والأكل بتاعنا تلاقي فيه كل العناصر ال